صباح النور. صباح النور محمد. كيفك يا أنا؟ الحمد لله بتشكرك كتير وبتشكر التلفزيون العربي والبرنامج صباح النور على استضافتكم اللي معكم اليوم. أكيد ديانا نحن نتشكرك على حضورك. ديانا قصتك لربما تختصر قصص كثيرة ولكن قليل منها ما الذي يستمر إلى نجاح ونجاح مبهر. أنت لم تكتفي بالنجاح، وصلت القصة من النجاح إلى التألق. ديانا أنا مثل ما نعرف أنت كنت بمرحلة من مراحل حياتك وبفترة ليست بالبعيدة وصل وزنك إلى ما يصل إلى 100 ونيف كيلوغرام، واتخذت قرار بأنه أنا لازم أحدث تغيير. وكان التغيير جذري. كيف بدأت هذه القصة؟ كيف بلشت معي؟ طبعا ما كان قرار سهل لإلي. بتطلع بالعالم أول شيء لما تشوفهم كيف عم طلعوا فيك، نظرتهم إلك، تصرفاتهم معك، لما يميزوك ما يحبوا يظهروا معك كونك أنت شكلك غير، شكلك ما أنت بنت لهالقد ناصحة، أو مثلا عائلتك لما تفكر حالها أنها عم بتساعدك ولا شعريا تأذيك بكم كلمة بحكية، طلع أنه ليش أنا هون. طبعا بلشت أنزل أنا شوي شوي شخصيتي، كان في يمكن شخصية معينة صارت شخصيتي تضعف تضعف. إجا يوما ما لما طلعت على الميزان قلت لا، صار وقت أنه لازم حط هدف بحياتي. وأول هدف هو أنه من هون لكم شهر، من 3 سنين لورا، من هون لكم شهر بدي أنزل هالقد وبدي فرج العالم كله أنه أنا قادرة أعمل هذا الشيء. يعني كان التحفيز جاء من ربما جانب نفسي اجتماعي طبعا، من تأثير من العائلة، من تأثير من المجتمع بطبيعة الحال، ولربما هذا إثبات على أن المظهر لربما له تأثير على التعاطي الاجتماعي مع الأفراد. بدأت الخطوة الأولى. ما هي الصعوبات الأبرز التي واجهتيها في هذه الرحلة الطويلة نسبيا؟ أول شيء كان صعب علي طبعا، أنا كنت شخص كتير بحب الأكل. كنت بحب الأكل. مظبوط، ما في يعني الشخص اللي بيقول أنا ما بحب الأكل أنا شخص كذاب. صحيح. كنت أكل كتير، وطبعا للواحد يفوت بهذا النظام أكله بده يتزبط. بس زبطت أكل، قررت أنزل أتمرن، سجلت بنادي تمرنت. كانت أول فترة صعبة كتير، كنت لحالي يعني مشيت المشوار لحالي، وطلع العالم فيي أنه شو عم تعملي، عم بيضحكوا علي، بس أنا مش عارفة أنه هيدا الشيء كان عم بيقويني. والضعف اللي كان هديك اللي كان قبل صار قوت اليوم، صار فيي أحكي وأقول أنه أنا قدرت أوصل لهون. وطبعا هن هول أصعب شيء كانت الأكل والتمرين التعب، توصل لمرحلة بتقول أنه خلص تعبت، تجي لمرحلة بتبكي بقول خلص ما عادش فيي شو عم شو وين بعدني رايحة. صراع ذاتي. بس آخر شيء لما تبلش تشوف نتيجة خلص بيتغير كل شيء، بصير بدك أكتر، وبتصير تشوف العالم اللي كانت تحكي عنك تقول أنه لك هيدي لك هلأ أنا بدي أصير مثله. زارة يحسدوني من كنت أحسده. نرى بعض المقاطع الفيديو. مظبوط. أنت اليوم ديانا مشرفة على المركز، مركز ليس فقط مركز رياضي إنه مركز صحي. مظبوط. من تجربة شخصية فيتباوند، تمارسين الرياضة بالإضافة إلى المعالجة الرياضية لكثير من الحالات التي تعاني لربما من نفس الأزمة التي كنت تمرين بها. والتمارين يعني صراحة في كثير ناس يعني متمرسين وخاصة رجال ذوي لياقة بدنية عالية ما عندهم إمكانية يكفوا بالتمرين اللي أنت بتعمليه، وأنا شاهد على هذا الموضوع. ديانا السؤال التالي، إذا ما أردنا أن نأخذ حالة من المجتمع اليوم مرت وتمر الآن بما مررت به منذ سنوات، ما هي النصائح أو النصيحة الأساسية التي تقدمها ديانا إلى تلك الفتاة؟ للبنت اللي بتكون بالحالة اللي كنت فيها أنا قبل، تثق بحالها، ما تسمح للمجتمع أنه يكسر لها مقاديفها لو شو ما كان، وتعرف مظبوط، وتعرف أنه إذا حطيت براسك كلنا عنا إرادة موجودة جواتنا وكلنا بنقدر نطلعها. إذا حطيت براسك أنه أنا بدي، صح يمكن تتعبي بس أنت بدك تحاربي بالنهاية، كل الحياة كلها مش بس يمكن بالرياضة، بحياتنا بشكل عام بدك تحطي هدف قدامك لا توصلي له. إذا ما كان في هدف أنت ما حتوصلي، بدك تحبي هذا الشيء. لما تحبي هذا الشيء تعمليه من قلبك بيصير عندك كم مثل شغف، 100% شغف. بدي خلص بتصير اذا ما تمرنت، اذا خربت باكلك شوي او شيء تحسي حالك غلط. بس تستمري وتوثقي بحالك، اهم شيء برجع بقول توثقي بحالك وما تسمع العالم. ما ترد عليهم ابدا، توصلي.
طب ديانا، الخطوات التي مررت بها كانت في البداية الهدف إنقاص الوزن، البدء في حمية غذائية معينة، ومن ثم انتقل الطموح من مجرد خسارة الوزن إلى الوصول إلى أن تكوني مدربة لياقة بدنية وناجحة جدا في مجالها. متى كان هذا القرار في أن يكون الهدف من إنقاص الوزن إلى الدخول في مجال التدريب، وما هي الطموحات المستقبلية؟ لما كنت بالفترة اللي عم ضعف حالي فيها لقيت صعوبة بالتمرين، عشان أنا غلطة بحالي أني نزلت وزني، وطبعا بنعرف أنه في عضل وفي دهن بالجسم. صحيح. نزل وزني بس ما نزلت بس دهن. نزل العضل بجسمي، نسبة العضل في الجسم. مزبوط. وهذا الشيء مش منيح، عشان العضل هو منيح للصحة الموجودة. فقررت أدرس، قلت أنه ليش هات لأعمل حالي مثل experience بالعربي، خبيرة في المجال. قلت لجربها بحالي، درست ستيب باي ستيب، صرت اتعلم اكثر افهم اكثر، وقررت خلص انه لما لقيت حالي وصلت مش 100% للي بدي اياه، عشان لما تفوت بهذا المجال بصير بدك اكثر. صحيح، طبعا ايجابي 100%. وهيك يعني. وطموحاتي للمستقبل على صعيد الشخصي لإلي، ان شاء الله ناويه اذا الله رد احمل اسم لبنان وشارك بمسابقة هي بتعرض القوة البدنية نينجا وورير، موجودة بكتير عالم، موجودة بمصر وبأستراليا وبأمريكا. إن شاء الله بدي أجرب تاع مصر. نينجا ووريرز العرب، وهو واحدة من أصعب المسابقات البدنية في العالم. صح. وبعد نينجا ووريرز العرب لربما تخطي هذا التحدي والوصول إلى العالمية، لأن برنامج نينجا ووريرز وهي مسابقة عالمية. مزبوط. تعتبر أهم مسابقة للياقة البدنية في العالم اليوم. صح، هذا هو الهدف المطلق اليوم. صح، أكيد. وكمان ناوية أعمل أبليكيشن كمان على صعيد العالم العربي، يكون في لكل جسم معين. طبعا بيبعت الشخص شو وزنه، طوله، شو هيدا، وحيكون في أكل معين لإله، تمرين معين حتى لستات المنزل اللي بتقعد بالبيت ما قادرة تنزل على النادي، يكون في تمرين ببيتها، أو الشخص اللي بيضل مسافر تمرين خاص بالأوتيل اللي بينزل فيه. يعني تلاقي لو نص ساعة تمرين هي بتساعد من هي صحة الواحد. فهيدا فكرتي من الأبليكيشن اللي حتكون، إنه بتقدر تعطي نص ساعة لتحسن بصحتك، ما ضروري بشكلك، بس هي صحيا بتتحسن. صحيح. والهدف أكيد بشغله أن أجرب أكثر، ساعد أكثر نسبة عالم توصل للطموح اللي هي بدها إياه، وتوثق بحالة زيادة. هذا اللي بتمنى. ونعرف أنا كنت تحدثت معك قبل الحلقة عن عديد الفتيات اللواتي قدمنا إليك وكانوا يعانون من نفس المشكلة التي مررت بها، وهن اليوم في تحسن وتحسن كبير. وأكيد يعني بعد فترة زمنية لربما نعرض بعض هذه النماذج الناجحة والمبهرة. طبعا. أنا ديانا بدي أتشكرك على حضوري. وأنا كمان عن جد كتير تانكيو، بتشكركم كلكم. وأنا أكيد لقاءات مستقبلية إن شاء الله، وبتمنى تكون وصلت الرسالة لكل بنت عندها هيدا الهدف. مظبوط. أكيد أكيد.